مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج هذا هو. في لقائنا هذا سنسافر إلى عالم الرواية والأدب من خلال تعرفنا إلى شخصية أدبية مرموقة في العالم العربي، ومن خلال حواره مع ضيف حلقتنا سيعرفنا محمد رضا نصر الله على جوانب تجربته الإبداعية. هناك من يقارنه بتوفيق الحكيم، وهناك من يشبهه بنجيب محفوظ، ومع ذلك فلأدب ضيف حلقتنا نكهة إبداعية خاصة وصدى يدخلنا إلى عوالم تجمع بين أصالة اللغة وموضوعية الحاضر. ضيف حلقتنا مشاهدينا الكرام هو الأديب السوداني الأستاذ الطيب صالح. مثل شخصيات رواياته المتلاحمة والمشوقة، كانت البلاد التي نشأ فيها الروائي الطيب صالح مفعمة بينابيع العطاء وتاريخها المدثر بالنبض الإفريقي الأصيل والمجد العربي الإسلامي الخالد. ولد الطيب صالح في مروي في السودان عام 1929، ودرس العلوم السياسية في جامعة الخرطوم وجامعة لندن، وفي العام 1953 انتدبته الحكومة السودانية ليعمل في هيئة الإذاعة البريطانية في القسم العربي، وهناك عمل مذيعا ومخرجا إلى أن ترأس قسم المنوعات الدرامية فيها. وفي العام 1980 التحق باليونسكو ليعمل مستشارا إقليميا، ومن ثم أصبح ممثلا لمنظمة اليونسكو في دول الخليج العربي. أما في الوقت الراهن فيسكن الروائي الطيب صالح في مدينة لندن، وينصب اهتمامه على قضايا محو الأمية في إطار مشاريع اليونسكو. ولعل في هذا الترحال وتنوع الوظائف ما يفسر عمق التعبير الروائي لدى ضيفنا عن العلاقات الإنسانية، وخاصة ما يتعلق بعلاقة الشرق مع الغرب، والتي وجدت أشد تعبيراتها في روايته موسم الهجرة إلى الشمال، ولكاتبنا روايات أخرى هي مريود، عرس الزين، وضو البيت. أنا أقول دائما إنه أنا كتبت بمحض الصدفة، يعني ما جلست مثل بعض الكتاب وقلت والله أنا أريد أن أكون كاتبا، ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا. فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة، كتبت القصة القصيرة بشكل جدي وأنا في لندن من باب التواصل مع أهلي، مع السودان، مع البيئة التي تركتها، وبعدين شيء قاد إلى شيء فكتبت الرواية، لكن ما كنت متهيبا. في بعض الأعمال الإنسان ما بيرجع إليها بعد أن تنتهي، يعني أنا لا أحب أن أقرأ أعيد قراءة موسم الهجرة إلى الشمال، لكن أقرأ عرس الزين كقارئ عادي، كأن ما لي علاقة بالعمل، وأسعد بقراءتها. ليه؟ لأنه هذه الرواية كما تعلم فيها احتفاء بالعالم الذي نشأت فيه، في
قرية في المنطقة الوسطى من شمال السودان، وأحببت، وهي فعلا كانت بيئة عجيبة. لا أبالغ إذا قلت إنها كان من عدة وجوه تشبه ما نقرأ عنه من بيئات صدر الإسلام، بساطة الناس وتكافلهم وتراحمهم وطهارتهم ومحبتهم الفائضة، مجتمع الإحساس الغالب فيه هو المحبة. فلما بعدت من هذه البيئة أحسست بالفقد، وانت عارف الناس بيقولوا انه الأدب على أي حال من بعض النواحي ينبع من إحساس بالفقد، في إحساس برثاء فردوس ضائع. فأنا احتفيت بأهلي، طبعا هذا فن، يعني مش هذا ليس تاريخا ولكنه فن، إنما احتفيت بهذه البيئة التي ولدت فيها ونشأت فيها وأحببتها، ثم ظننت أنني فقدتها. أستاذ الطيب، متى كتبت عرس الزين وتحت أي ظروف؟ عرس الزين يا طويل العمر كتبتها، بدأت كتابتها في لندن في أظن في أواخر الخمسينات، وكانت الظروف ظروف كيف أصفها لك، يعني كانت ظروف لا بأس بها من عدة نواحي، اللهم إلا أنني كنت بعيد عن أهلي، وهذا إحساس مهم جدا أنا بالنسبة لي في كل ما أكتب، بل لعل في كل ما أفعل، أنني بعيد جسديا عن هذه البيئة التي كنت أتمنى أن أقضي كل حياتي فيها. فأظن أنني بدأتها في الصيف، أتذكر كان لا أدري ليش بديت أكتب في عرس الزين، لكن أتذكر كان صيف، وصيف مشرق وحار في لندن. بعدين وخلصتها بسرعة، ما أخذت مني وقتا طويلا. صديقي الله يرحمه توفيق صايغ الشاعر الفلسطيني جاء مار بلندن، وكان يدوب بدأ يصدر مجلة حوار قام عليها لغط كثير كما تعلم فيما بعد. لا أدري هل أنا يعني أطلعت على ما كتبت أو سمع، المهم هو أصر أن يأخذ منه جزء ينشر في حوار، وفعل ذلك، ثم نشر الرواية في كتاب حوار، من أظن كان ثاني أو ثالث كتاب حوار، وكتاب حوار هذا كان يطلع بصورة جميلة جدا. هذه النسخة بالذات اللي طلع فيها عرس الزين مع بعض القصص نسخة من ناحية تاريخية مهمة، لأنه فيها الرسوم عمل الفنان السوداني الكبير إبراهيم الصلحي. إبراهيم الصلحي هذا من كبار الفنانين في أفريقيا وفي العالم العربي، ولا أبالغ إذا قلت العالم، هو من خريجي كلية سليد في لندن، من الرعيل الأول، أخرى عالمية مش معروف على نطاق واسع في العالم العربي، فهو الذي قام بتصميم الكتاب وعمل رسومه، ولذلك الكتاب بقى نادر وجميل جدا. أستاذ الطيب، هناك من يشابهك بيحيى حقي، فكلاكما له نكهة خاصة والحاح أيضا على المحلية أو بلورة الشخصية الوطنية في كتاباته الإبداعية. نعم، أنا طبعا هذا يسعدني ويشرفني، لأني أنا شديد الإعجاب والحب ليحيى حقي، أنا أحبه كبني آدم وأحبه ككاتب،
وهو أستاذ في واقع الأمر، موهبة ضخمة جدا. وقد قلت في مناسبة سابقة إنه من أحسن ما تلقيت من ثناء أنا يحيى حقي، ما كنت أعرفه، أرسل لي بعد صدور موسم الهجرة إلى الشمال رسالة فيها سطر واحد أذكرها لأنها سعدتني. يقول فيها: حين قرأت روايتك موسم الهجرة إلى الشمال أحسست أنني وإياك من فصيلة واحدة. كون أن أكون من فصيلة واحدة مع يحيى حقي هذا شرف عظيم. بعد كده تعرفت بي وأزوره. آخر مرة زرته يمكن من سنة في داره في مصر الجديدة، وذهبت مع صديق ووجدناه وهو فوق 80 ويدخن، فأنا عجبت، قلت له: يا أخي أنت في هذه السن تدخن؟ قال لي: أدخن بشراهة. أنا يسعدني جدا هذا التشبيه، لأنه أحب أن أظن بأنني لا أكتب اعتباطا. البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع على الخبز، وسكك الحديد أنشئت أصلاً لنقل الجنود، وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول نعم بلغتهم. إنهم جلبوا إلينا جثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفي فردان، جثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من 1000 عام. نعم يا سادتي، إنني جئتكم غازياً في عقر داركم، قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ. أنا لست عطيلاً، عطيل كان أكذوبة. نجد أن مصطفى سعيد قد تربى في السودان وتعلم في المدارس البريطانية في السودان، وسافر بعد ذلك إلى الغرب واحتك واصطدم بحضارتها. ألا ينطبق هذا الوصف أيضا على الطيب صالح؟ فهو الآخر قد تربى في السودان ودرس البداية في السودان ثم ذهب مصطدما بالحضارة الغربية. صحيح، ينطبق علي أكيد، وينطبق على آلاف مؤلفة من ناس آخرين، مش بس في السودان، في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي المغرب. شوف، إذا طبعا بتشير إلى علاقة الكاتب بفنه، ودي قضية طويلة في الأدب. الكاتب كما أقول دائما ويقول غيري موجود فيما يكتب، ولكنه ليس موجودا بشكل مباشر. يعني أنا لو قعدت وشفت حياتي وقمت رسمت شخصية متمشية مع أحداث حياتي وحاسيسة، ما عملت شيء. أنا أؤمن بالحكمة التي قالها الأستاذ الكبير الروائي، واحد من المعلمين في فن الرواية، اللي هو غريهام جرين. غريهام جرين يقول إنه الكاتب يجب أن يقطع الحبل السري الذي يربط بينه وبين التجربة. الكاتب يعيش التجربة، ولكن في مذهبي يجب أن ينساها حتى لا تعود تخصه. بعد كده بيطلع هو بشكل ما، لكن عشان أنت تعرف النظرة الكلية لأي كاتب، لازم تقرأ كل أعماله ومع ذلك لا تجده. وأنا في مريود، وهو آخر كتبي ومن الكتب التي أحبها أنا شخصيا، أنا قدمت بأبيات للحسن ابن هاني أبي نواس. شوف وين أكثر من 1000 سنة هذا الكلام.
أبو النواس يقول: غير أني قائل ما أتاني من ظنوني، مكذب للعيان، آخذ نفسي بتأليف شيء واحد في اللفظ شتى المعاني، قائم في الوهم حتى إذا ما رمته رمت معمى المكان. أنا في ظني أن هذه الأبيات تلخص مذاهب كثيرة جدا في الأدب المعاصر. كثيرا تتكلم لي عن واقعية سحرية، مش عارف واقعية نيو كلاسيسيزم، الله أعلم، كل هذا موجود في هذه الأبيات إذا تم أمعنت النظر فيها. ولذلك الذي يطلبني في أعمالي يطلب معمى المكان، ثم أنا لا أستحق كل هذا الجهد، يعني أنا إنسان عادي من خلق الله، إيش شغلي الناس شغلين نفسهم بي؟ أنا بكتب كلام أوجهه للناس يقرؤوه، عجبهم عجبهم، استفادوا منه استفادوا منه، ما عجبوا وهكذا. لكن أنا كإنسان يعيش ويسعى بين الناس في الأسواق، ما لي أي قيمة أكثر من أي بني آدم آخر. دكتور علي، بصفتك عربيا مغتربا في بريطانيا، لو طلبنا منك قراءة بعض الأعمال الروائية التي تناولت علاقة العربي بالآخر أو الشرق والغرب، كرواية مثلا موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، ماذا تقول عنها بحكم معاناتك الشخصية في بريطانيا؟ والله هذه رواية تصور جانبا خطيرا وحقيقيا في حياة المغترب العربي، أو حياة على الأقل المحتك العربي. قد يكون هذا المحتك غير مغترب، قد يكون مجرد عابر سبيل في بعثة دراسية أو في إقامة سريعة للتجارة أو غيرها ثم يعود. ولكن الحقيقة أن الصدمة الحضارية أو الثقافية التي وقعت بين مصطفى سعيد بطل هذه الرواية وبين بريطانيا أو أوروبا صدمة حضارية واقعية جدا. فالرواية من هذه الناحية تصور جانبا حقيقيا وواقعيا مؤكدا. طريقة تصوير الروائي الطيب صالح لهذا الجانب طريقة جيدة بالفعل، وهي التي صنعت اسمه وجعلت له قيمة في وسط محيط من الكتاب العرب. وبالرغم من إقلاله الشديد في الكتابة كما نعرف، الحقيقة أنه بهذه الرواية دخل إلى الروايات العربية الجيدة من أوسع الأبواب. القضية في حد ذاتها قضية الصراع بين الشرق والغرب، أو قضية اصطدام الثقافات أو نزاع الثقافات كما يسمونها، قضية إنسانية طبيعية لا تحدث لنا كعرب وحدنا، إنما تحدث للأوروبيين أيضا. اذهب إلى أمريكا، اذهب إلى نيويورك، وحاول أن تعرف ماذا يحدث للمهاجرين الإيطاليين أو المهاجرين اليونانيين. ستراهم في نيويورك يعيشون في جماعات مستقلة تكاد تكون أشبه بالنظام الطوائف عندنا في بلادنا قديمة، ومن الجماعات المغلقة على نفسها نشأت العصابات، حتى المافيا دي ظهرت من المهاجرين الإيطاليين. في زمن كانت فيه الأرض سديما والساعة صفر، لم يكن الناس سوى أسماك تتضاعف في مرآة الدهر، وطيور تتكرر في مجرى لا ماء به، وتشيع موتاها بدموع صافية ظلت تتعاظم حتى صارت نهر، وغدت للنهر ضفاف يتكاثر في هدأتها الفلاحون، ويبنون على المنحدرات منازل من قصب وقصائد شعر، وجرى النهر إلى البحر والناس إلى القبر.
وجرت أعمار الناس وإيدا في النسيان، تفتحهم عند طلوع شمس رياح واحدة ما تلبث أن تغمضهم عند نهايات العمر. الملاحظ أن الطيب صالح يكاد يبتعد عن جملة المشاكل والهموم المتوترة اليوم في السودان. هناك حالة من المجاعة المخيفة، وهناك حالة من التفكك المدني، وهناك وضع سياسي يكاد لا ينسجم مع الطاقات القومية لهذا البلد العظيم في ثرواته. لماذا هذا الابتعاد؟ لا، أنا مش مبتعد عن السودان أبدا. طب أنا مش سياسي، يعني أنا مش سياسي وطالب سلطة. هذول ناس وظيفتهم السياسي وظيفته أن يهتم بشكل معين، لأنه في نهاية الأمر إذا تغير هذا النظام حيجوا لك ناس يبقوا وزراء. أنا ما لي دعوة بهذا. أنا رجل محب لأمتي ووطني، وأعبر عن هذا الحب بوسائل عدة، ولكن ما أدري يعني أفعل إيش. أروح السودان وأدخل السجن؟ أنا لو رحت الآن السودان أعتقد يدخلوني السجن. وليش أعمل كده؟ يعني إيه الفايدة من هذا؟ في بعض الناس يطلبون من الأديب أن يكون شهيدا. يعني كويس ماله. أنا بقدر الإمكان لا أريد أن أكون شهيدا، بقدر الإمكان إذا أقحمت عليه الشهادة لا سمح الله فليكن. لكن أن تقول أنا مش سائل في السودان، وهذه التهمة يوجهها لي السودانيين أيضا. الآن في دعاة الحكومة لما يهاجموني يقولوا هذا والله قاعد شغال في اليونسكو ويتفسح في الدنيا وعايش في مش عارف وين ومزوج، هم يقولوا انجليزية، انا في واقع الامر مزوج اسكتلندية. والفرق مهم جدا، الاسكتلنديين هذول هم بدو اوروبا، هم عرب اوروبا. يعني طيب تعبت، ما في عالم قاعدين في البلد. أنا يمكن دوري شيء آخر. الملاحظ في أدب الطيب صالح أنه كتب بلغة فصيحة. كان المرء يتوقع أن تكتب بالأسلوب الاستنساخي بحكم دراستك في الغرب وتأثرك بالحضارة الفكرية هناك. هذه الطوابع العربية الملموسة في أسلوبك الروائي، هل بالإمكان إرجاعها إلى تأثرك أيضا بالشعر العربي القديم؟ جيد. أنت بالمناسبة أنا أظن بعض الناس يثنون على أسلوبي بحسن نية ولا يدركون بأنهم يشيرون إلى بعض سوء الفهم. بعض الناس بالمناسبة لا يفهموا إنه السودانيين الشماليين، شماليين بالمعنى الواسع إذا أخرجت الجنوب عنه، نحن ناس عرب ولغتنا فصيحة جدا، وفي كلمات كما أقول في لغتنا الدارجة لا توجد إلا في القواميس. وبعض الناس يعجبوا إنه سوداني يكتب لغة عربية سليمة، لأنه بيفتكروا نحن ناس عاجم. ونحن لسنا كذلك. إذا كان صحيحا ما تفضلت به أن لغتي سليمة، فهذا يرجع إلى أساتذتنا الذين علمونا اللغة تعليما جيدا، وإلى أننا تشبعنا اللغة من أثداء أمهاتنا بالمعنى الحرفي، لأنه أمهاتنا كنا يقولن كلام عربي سليم. يعني أنا الآن لو قلت لك شاعر من شعراء العامية وهو في قصيدة يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من
أهل الركابيين اسمه محمد والسعيد، بيصف نفسه بيقول قال لك ود سعيد النفس غالباله بالرياء والعجب النية سايقاله يجري جري العطاش مو داري بحواله. العطاش الإبل الظمأة كونه غضنفرا لم تقوى أشباله. هذا رجل شبه أمي، هذه جملة عربية سليما، كونه غضنفرا ونصب على المصدر لم تقوى أشباله. هذا الكلام نحن تشربناه دون أي جهد. وفي شعر الدوبيت إذا أنشدتك للحردل الكبير كأنك تستمع إلى زهير مثلا. عاوز تسمع الحردلو؟ أقول لك الحردلو. الحردلو يقول لك جوز والدياب، مكان اسمه جوز والدياب، والجوز هو تل الرمل وكلمة فصيحة، لسه اعتراه بشياهو، يقصد الغزلان، بهما يضطرد فرحان وعاجبه خلاه. وشوف هذا المعنى العجيب، البهم هو صغار الـ 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 الغزلان. هو زار هذا المكان، كان يعرفه من زمان، جاءه ووجدوا عامر بالحركة كعهده به. زهير قال في معلقته كما تعلم من أم أوفى دمنة لم تكلمي بحمانة الدراج فالمتسلم إيه بالرقمتين، تمام مذكرة، ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في مناشر معصمي، بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مكثم. هذا بالضبط الجانب الآخر لصورة الحردلو، لأنه لما جاء زهير لهذا المكان بعد 20 سنة لقى الغزلان نائمة وساكنة، فلما جاء زعجها بدأت تتحرك. نحن يا مولانا كل هذا تشربناه بشكل طبيعي. هو مش العجب في انه انا اكتب لغة سليمة، العجب ان لا اكتب لغة سليمة. استاذ الطيب، كان هناك علاقة خاصة بينك وبين المتنبي وابي نواس، وابي العلاء. ايوه، سمعتك مرة وانت تغني تنشد قصائد هؤلاء الشعراء. هل لنا من فرصة لاستماعك منشدا لأبيات المتنبي أو أبي العلاء أو أبي نواس؟ أنا ممكن أنشدك ولكن لا أغنيك. أنا أغني الشعر لأحفظه، يعني لما تعجبني القصيدة أحاول أغنيها على الطريقة السودانية عشان أحفظها. وده كل واحد فيهم عالم، يعني أنت عاوز المتنبي ولا أبو العلاء ولا كما تشاء. طيب أقول لك أبو العلاء مثلا، لأنه أبو العلاء يقول هذه القصيدة قالها في أول عهده حين زار بغداد وحن إلى الشام، إنها لا تقل عظمة عن أجمل ما قاله المتنبي. ولكن في مجموع أبي العلاء طبعا المتنبي ذا الجبل الأشم، وأرجو أن لا تخونني الذاكرة، قال طربنا، يقصد إبله، طربنا لضوء البارق المتعالي ببغداد وهنا ما لهن ومالي، سمت نحوه الأبصار حتى كأنها بناريه من هنا وثم صوالي، إذا لاح إماض سترت وجوهها كأني عمر والمطي سعالي، وقد هم نضو أن يطير مع الصبا إلى الشام
لولا حبسه بعقالي ولولا حفاظي قلت للمرء صاحبي بسيفك قيدها فلست أبالي. إلى أن يقول في هذه القصيدة أبيات العجيبة عن حنين الإبل، قال تلون زبورا في الحنين منزلا عليهن فيه الصبر غير حلالي، وأنشدنا من شعر المطايا قصيدة تناقلن عن عم لهن وخالي، فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليه الدهر منذ ليالي. هل بالإمكان أن نقول أن حب مصطفى سعيد لإليزابيث وحبه إلى حسنة بنت محمود هو حب لحضارتين متباعدتين أو متباغضتين؟ هذه تمثل مرجعية حضارية غربية وهذه تمثل مرجعية حضارية عربية إسلامية. بوسعك طبعا، بوسعك أن تقول. هو طبعا الحب المشكلة اللي يمكن هذا الرمز من بعض جوانبه هو حبه وعلاقته المريضة بجين موريس المرأة التي قتلها. بس أنا ما أقدر أزعم لك بأنه هذا هو الذي قصدته، لأنه أنا أحب أن أظن بأنه الرمز ليس مثل الشفرة أنت تفكها وخلص فهمت الحكاية. من الذي يطربك من المغنين والفنانين العرب؟ أكثر من يطربني فيروز. نحن والقمر جيران، بيت خلف خلالنا بيطلع بقبالنا، اسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارف مواعيدنا وتارك بأرمي أجمل الألحان. يا ما سهرنا معا في ليل الهم مع النهدى، ويا ما على مطلع شرحنا الهوى هو حكايات. نحن والقمر جيران، لما طل أستاذ رجاء، كتبت عن الطيب صالح وبشرت به عبقرية روائية فعلا، وكتب موسم الهجرة إلى الشمال، وقبل ذلك كان قد كتب عرس الزين، وبعد الموسم كتب ضوء البيت ومريود، إلا أنه منذ سنوات قد صمت. لماذا هذا الصمت؟ وكيف تقوم لنا التجربة الروائية للطيب صالح؟ طيب صالح أحد الذين حاولوا يعني ألا يعني يعني يقفوا خائفين أمام نجيب محفوظ ويسكتوا عن الإبداع، لكن حاول أن يشق طريق جديد ونجح في أن يشق هذا الطريق الجديد. مشكلة الطيب صالح ببساطة ما هي مشكلة المثقف العربي اليوم، المثقف الكادح الذي لا يجد فراغا ليكتب ولا يجد فراغا ليبدع، وإنما يستثمر كل وقته في عمل آخر غير الإبداع وغير الثقافة لكي يعيش هو وأسرته. وهذه مسألة لا يخفيها حتى الطيب صالح ولا ينبغي أن نخفيها. يوم يستطيع المجتمع العربي أن يتحمل، مش أن يتحمل، أن يستقبل
الإبداع بما يستحق سوف يستطيع الطيب صالح وأمثاله أن يستمروا ويكتبوا ويبدعوا. أما الوضع الراهن فهو قاتل للإبداع تماما. أضيق المسألة شوية وأوصل لموضوع النشر. أنا أعتقد أن موسم الهجرة للشمال اللي هي رواية الطيب الأولى والأشهر وزعت كميات هائلة أنا لا أشك أنها يعني طبعت يعني مثلا لا يقل عن 30 طبعة وزعت ما لا يقل عن 1,000,000 نسخة. ماذا نال منها الطيب صالح وما هو العائد الذي عاد إليه من هذه الرواية؟ ملاليم وصدقني يعني ملاليم. فكيف يعيش الأدب وكيف يعيش الإبداع؟ انظر في المقابل آخر رواية لمركيز الروائي الأمريكي اللاتيني العظيم صاحب 100 عام من العزلة آخر رواية اسمها جنرال في المتاهة اللي قريته في الصحف الغربية أنه منذ أن سلم المخطوط للناشر تسلم منه 15,000,000 دولار وهي رواية كما تعلم رواية متوسطة مش كبيرة. كاتب يتلقى ثمن إبداعه ليه بقى؟ لأن الناشر أمين أولا، ثانيا يسهر على عمله بجدية فينشر النص ويترجمه إلى اللغات الأخرى ويتولى العملية كلها، ثم يأخذ هذا النص ويبيعه للتلفزيون والسينما وما إلى ذلك. يستطيع الأديب أن يفرغ وينتج ويبدع والسينما. أما في الوضع الراهن للثقافة العربية فهو وضع عسير جدا. بهذا نستكمل حوارنا مشاهدينا الكرام مع ضيف حلقتنا الأديب السوداني الأستاذ الطيب صلاح، وحتى لقاء آخر مع شخصية أدبية أخرى نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.